نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الاقتصادية الأولى، والبداية بأبرز الأنباء. بمناسبة اليوم الوطني للهجرة، رئيس الجمهورية يترحم على أرواح الشهداء ويتهم أوساطا متطرفة في فرنسا بمحاولة تزييف ملف الذاكرة وإحالته إلى رفوف النسيان. وزير الفلاحة يكشف عن ربط أكثر من 40,000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء منذ 2020. الجزائر تجدد تأكيدها على المخرج الوحيد للأزمة الليبية يكون عن طريق الانتخابات، وبالجامع يرافع لصالح حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير. أهلا بكم. بداية، ترحم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أرواح الشهداء بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى 63 لمظاهرات 17 أكتوبر 61 900 ألف. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس، فإن الرئيس تبون ترحم على أرواح الشهداء بقصر المرادية رفقة كبار المسؤولين والمستشارين في رئاسة الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة. هذا وبعث رئيس الجمهورية برسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة. وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالة بالمناسبة أو في رسالة المخلدة للذكرى 63 لمظاهرات 17 أكتوبر 61 900 ألف، أن إحياء المناسبة هو تخليد لنضالات الجالية الجزائرية في المهجر المعبرة عن تلاحم الجزائريين والجزائريات المقيمين في فرنسا أنذاك بالثورة التحريرية المجيدة، مضيفا أن أوساطا متطرفة في فرنسا تحاول تزييف ملف الذاكرة أو إحالته إلى رفوف النسيان. وأكد رئيس الجمهورية أن الذكرى تبقى راسخة في الأذهان لما تحمله من قوة الدلالة على وحدة الشعب والتفافه حول تحقيق الأهداف التي رسمها بيان أول نوفمبر الخالد، ففيه تستعيد الأجيال صورة من أبلغ ما يعبر عن اعتناق جاليتنا في فرنسا للمذا الثوري التحريري في الجزائر، عقدت العزم على الخلاص وإلى الأبد من الهيمنة الاستعمارية. تحيي الجزائر اليوم الوطني للهجرة المخلدة للذكرى 63 لمجازر 17 أكتوبر 61 900 ألف بباريس، حيث يصفها مؤرخون من أعنف الجرائم في التاريخ المعاصر، وتعيد إلى الأذهان للجزائريين مشاهد رمي المتظاهرين في نهر السين بالعاصمة الفرنسية. باقي التفاصيل مع عبد الرزاق. ثلاثة وستون عاما تمر على واحدة من أبشع جرائم الحرب وأكثرها دموية في التاريخ. 17 أكتوبر 61 900 ألف، المجزرة التي لن يمحوها الزمن. تعود أحداث الواقعة إلى 5 أكتوبر، حين أصدر محافظ شرطة باريس بابو موريس أمرا عنصريا بحظر التجول على المهاجرين الجزائريين الذين تجاوز عددهم 300,000 في فرنسا، أملاً في تضييق الخناق على الثورة الجزائرية. وفي مساء ممطر صادف يوم الثلاثاء، ارتكبت فرنسا أفظع مجازرها. حينها اختلط الماء بالدم، وأصبح لون مياه نهر السين أحمراً، بعد خروج آلاف الجزائريين بشوارع باريس في مظاهرة سلمية استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، رفضاً لما صدر عن السلطات الاستعمارية في حق الجزائريين المقيمين في فرنسا.
قمع وتقتيل وترحيل، إطلاق للرصاص الحي على المتظاهرين، إلقاء بالمهاجرين مكبلين في النهر، اعتقالات قصرية لعشرات الآلاف، مشاهد عنف تخطت كل الحدود في ليلة دموية أسفرت عن 400 ضحية وآلاف الجرحى والمفقودين. هي صفحة سوداء في تاريخ فرنسا الاستعمارية التي لطالما صدعت رؤوس العالم بشعارات الديمقراطية والحرية، فمجازر 17 من أكتوبر ستبقى ذكرى ترفض الجزائر أن يطالها النسيان، في وقت تتعالى الأصوات لتصنيف هذه المجازر كجريمة دولة. أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن دعم الجزائر المتواصل لليبيا، مؤكدا أن الحل في هذا البلد الشقيق لن يكون إلا عن طريق الانتخابات. روان سارة رمضاني والتفاصيل. الانتخابات ضرورة قصوى وسبيل واحد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وهو المبدأ الذي أكدت عليه الجزائر وليبيا خلال لقاء جمع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الليبي في سياق تعزيز العلاقات الأخوية والجهود المشتركة لإيجاد حل للأزمة الليبية، على أن تكون الكلمة الأخيرة للشعب الليبي وحده، وعلى المجتمع الدولي احترام هذا القرار. الحل في ليبيا ما يكون إلا بالانتخابات، لما الشعب الليبي ينطق شيء اللي ينطق به الشعب الليبي يفرضوا على الناس كل الاتفاق على أن الحل للعملية السياسية في ليبيا هو أن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية، وأن أي حلول أخرى لن تأتي بالنتيجة المرجوة. فالشعب الليبي هو أقدر على أن يختار من يكون ممثله ومن يكون في رئاسة هذه الدولة. الجزائر تتطلع لتعزيز التشاور والتعاون الثلاثي مع ليبيا وتونس، كاشفة عن انعقاد لقاء مرتقب في ليبيا في انتظار تحديد موعد من قبل رئيس المجلس الليبي، في خطوة تؤكد التزام الجزائر بدعم الأشقاء الليبيين في مساعيهم نحو الاستقرار والازدهار. احنا على وشك ربما باش نتلاقاو في ليبيا في إطار تشاور ثلاثي القريب إن شاء الله، نستنوا فخامة الرئيس يحدد لنا الموعد إن شاء الله. اتفقنا اليوم، وهذا ما كنا دائما نتوقعه، على أن جميع الملفات التي تؤدي إلى الاستقرار في ليبيا واستقرار المنطقة واستكمال الاجتماعات الثلاثية سواء كان على مستوى القمة أو على مستوى اللجان ستكون أيضا منهاج في الفترة القادمة لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية ما بين الدولتين. لقاء الجزائر وليبيا جاء لتسليط الضوء على الوضع الراهن في ليبيا وأهمية الدفع بالعلاقات الثنائية، حيث أنه لا يوجد أي عراقيل أو صحابة صيف تعكر صفو العلاقات بين البلدين، وهذا لإيجاد حلول دائمة في إعادة بناء ليبيا واستتباب الأمن والاستقرار للشعب الليبي والمنطقة ككل. ترأس الوزير الأول نذير العربوي اليوم الخميس أشغال الدورة 189 لمجلس مساهمة الدولة التي عقدت بقصر الحكومة، وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى فقد خصصت هذه الدورة لمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، وذلك في إطار قضايا مكافحة الفساد. ويهدف الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى نقل ملكية هذه الأملاك إلى الهيئات والمؤسسات العمومية مقابل قيمة مالية لضمان استغلالها الأمثل لمصالح المجموعات الوطنية وتعزيز وحدات الإنتاج المعنية.
كشف رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل خلال ترأسه لجلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية على 4 قطاعات وزارية أن المجلس سيدرس مستقبلا موضوع النقل البحري بالتنسيق مع وزارة النقل، وأنه سيرفع تقريرا مفصلا إلى رئيس الجمهورية بهذا الخصوص. التغطية لأمينة كوبي. هذه أمور اللي تحتاج بلك تحليل وتدقيق، وتحتاج برنامج باش نواجه هذا. على كل حال في المستقبل إن شاء الله باتصال مع وزارة النقل مع المجلس الأمة نحاولوا كيفاش نطرح هذه الأسئلة هذه في إطار تنسيق، في إطار كذا، باش نوضح ونقدم تقرير للرئيس الجمهورية. كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة عن بلوغ عدد المستثمرات الفلاحية التي تم ربطها بالكهرباء، أكثر من 40,000 مستثمرة على المستوى الوطني منذ 2020. المزيد مع أمينة كوبي. في مسعى لتطوير الفلاحة الصحراوية، الحكومة تقف على مدى تقدم ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء في الجنوب على غرار إقليم ولاية جونت. قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال سنة 2020 بإحصاء 61,663 مستثمرة فلاحية غير مربوطة بشبكة الكهرباء على المستوى الوطني، ليصبح عدد الإجمالي المستثمرات 79,343 مستثمرة. تم ربط إلى يومنا هذا 40,742 مستثمرة. أما بالنسبة لولاية جانت فقد بلغ مجموع المستثمرات الفلاحية المحصد إلى 78 مستثمرة. تم انتهاء من أشغال الربط على خط طولي 44 كيلومتر، وبقية 5 مستثمرات هما قيد الربط حاليا. تذليل الصعاب لتحقيق مردودية أفضل في المنتوج الفلاحي من بين أولويات القائمين على القطاع، خاصة في المناطق الصحراوية والمعزولة، على سبيل المثال فتح المسالك الفلاحية بولاية أولاد جلال. لقد تم إنشاء 30 محيطا فلاحيا عن طريق امتياز بولاية أولاد جلال في إطار النصوص التنظيمية السابقة التي تنظم الاستصلاح، لا سيما منها المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ ب 23 فبراير 2011، والمنشور الوزاري المشترك رقم 1839 المؤرخ في 14 ديسمبر 2017. وفي خضم مساعي الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، تعول الجزائر على بنك البذور وكذا بنك الجينات الذي شارف على استكمال أشغاله، ما سيساهم في تحسين الإنتاجية بالاستغلال الأمثل لهذه العملية. بنك الجينات، هذا السؤال لم يطرح، ولكن كان بنك البذور وكان بنك الجينات لا بنك دجال الذي يعد أداة لخدمة الأمن الغذائي الوطني. وتصدر الإشارة إلا أن أشغال منشأة البنك ستنتهي عن قريب، وسيدخل البنك حيز الخدمة فور انتهاء من هذه العملية. على خطى قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتعليماته المتواصلة بشأن تنمية القطاع الفلاحي، تواصل السلطات المعنية العمل على ترقية المجال والدفع بعجلته التنموية إلى الأمام. أكد وزير المالية العزيز فايد لدى إشرافه على انطلاق الاجتماع 5 لمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، أكد التزام الجزائر بالمبادئ والأهداف النبيلة التي تأسس عليها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا، واستعدادها الكامل لمواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون والشراكات العربية الإفريقية. التغطية لأمينة أوكالي.
تعزيزا للتضامن العربي الإفريقي، جددت الجزائر التزامها بتحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء من خلال تحسين البنى التحتية للقدرة الإنتاجية لتمكين الدول الإفريقية من الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية للاندماج في الاقتصاد العالمي. نؤكد التزام الجزائر بالتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القاري الإفريقي والتعزيز التعاون العربي الإفريقي من خلال مشاريع ملموسة تهدف إلى تحسين البنية التحتية والتعزيز القدرات الإنتاجية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للقارة الإفريقية. مشاريع كبرى في الأفق تعكس عزم الجزائر الراسخ في التوجه نحو عمقها الإفريقي وتحقيق التعاون والتقدم الملموس من أجل القضاء على العوز والتهميش الذي يعانيه معظم سكان القارة السمراء وتعزيز الأمن والاستقرار بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. بمساهمة هذا البنك نستطيع أن نضمن ونؤمن العائدات من العملة الصعبة إلى الخزينة العمومية وفتح صفقات كبرى مع الدول الإفريقية. أيضا يمكن أيضا المساهمة في المشاريع التنموية الكبيرة داخل العمق الإفريقي التي يمولها المصرف للاستفادة في القطاع الخاص والقطاع العام. نستهدف أفريقيا أولا ونعمل عدد كبير من المعارض والمؤتمرات العربية الأفريقية ويعني هادفين من ذلك لتنمية التجارة العربية البينية مع أفريقيا وتنمية التجارة الصادرات العربية لأفريقيا وفي نفس الوقت أيضا تبادل صادرات أفريقيا مع الدول العربية. هذا وخصصت الجزائر مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في إفريقيا وذلك ضمن جهودها لتعزيز تعاون جنوب جنوب وتكريس مبادئ التضامن والتكامل القاري. كشفت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في الجزائر أرينا بوتود عن مشروع حيوي يخص الأمن المائي في الجزائر، مشروع أطلق عليه اسم واربور أطلق عام 2021 وسيحظى بتحسينات كبيرة في الجزائر قريبا. المزيد في تقرير كريم مولود. استكمالا لمشروع وابور الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عام 2021 الفاو تميط اللثام عن تحسينات جديدة لتطوير هذا المشروع الذي سيمس الجزائر، مشروع لمراقبة إنتاج المياه من خلال الوصول المفتوح للبيانات المشتقة من الاستشعار عن بعد وجمع بيانات حول تساقط المياه التبخر وإنتاج الموارد المائية. الفاو travaille beaucoup avec sur les questions de gestion d'eau de l'eau parce que l'eau, ça fait partie de la sécurité alimentaire. Et en ce moment, on a un projet très intéressant qui s'appelle le Vapor. Et l'objectif de ce projet, c'est assurer qu'on peut produire plus avec moins d'eau. Dans la région de Métidja, c'est la zone pilote, où on applique vraiment l'approche très innovative. On utilise les données qui viennent de satellites, qui sont coordonnées avec les données générée par surface et avec l'Institut de recherche, on fait l'analyse quel type de culture pourra consommer quel type d'eau, à quel moment l'irrigation doit être plus intensive et au moins intensive suivant les données qu'on reçoit de satellites ou par les capteurs sur Terre. مشروع حيوي مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمعهد الدولي لإدارة المياه يمس 13 دولة من بينها الجزائر، سيساهم في تسيير أمثل للموارد المائية للرفع من الإنتاج الفلاحي بأقل الكميات والتكاليف. La FAO travaille en Algérie depuis plus que 23 ans. Le bureau de la FAO était ouvert. Et l'objectif principal, c'est accompagner le gouvernement d'Algérie vers l'assurance de sécurité alimentaire et aussi de production agricole qui sera durable et qui sera accessible à tout le monde. ضمانا للأمن المائي، الجزائر تسعى عبر سياساتها المنتهجة لتحقيق هذا الهدف بمساعدة الهيئات الدولية الناشطة في هذا المجال لضمان توفر هذا المورد الحيوي للجزائريين وللأجيال القادمة. توقعت وكالة الطاقة الدولية في أحداث تقرير لها أن يحافظ النفط على مستوى مقارب لأسعاره الحالية إلى غاية 2030 على أقل تقدير، إذ استمرت الدول في تنفيذ السياسات المناخية وفق نسقها الحالي. باقي التفاصيل في تقرير أيمن بوعيشة. وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يصل الطلب العالي على النفط إلى ذروته عند أقل من 102 مليون برميل يوميا قبل عام 2030. هذا التوقع يأتي في ظل التحول المتزايد نحو الطاقة النظيفة والاعتماد على الكهرباء،
مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما أن التحول نحو السيارات الكهربائية وزيادة كفاءة استهلاك الوقود في المركبات سيساهمان في تقليل الطلب على النفط. يعني الاستكشافات الجديدة فيما يتعلق بالطاقات المستجدة، سواء مرتبطة منها بالسيارات التي يتم تسييرها بالكهرباء أو مرتبطة منها بالمحطات الكهربائية المختلفة التي بدأت تنتشر في كثير من مناطق العالم، أو مرتبطة منها باستغلال منابع الأورانيوم وكذلك منابع الطاقة البدائية لإنتاج الطاقات البديلة لا سيما الكهرباء. التقرير توقع كذلك أن يحافظ النفط على مستوى مقارب لأسعاره الحالية حتى عام 2030 عند عتبة 80 دولار مقارنة بنحو 82 دولارا في عام 2023. هذا الاستقرار راجع إلى السياسات المناخية الحالية التي تنفذها الدول والتي تساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب. تلك الموارد، وعندئذ فلا غرو أن يكون لهذه الشركات سعي دؤوب نحو الحصول على أرباح كبيرة وكبيرة جدا، لكن في ذات الحين بالنسبة لعملية إحلال الطاقة البديلة محل الطاقة الأحفورية فهي تسعى جاهدا لكي تصل إلى هذا الهدف، باعتبار أنه هذه الطاقات المتجددة ربما تكون أقل تكلفة من الطاقة الأحفورية. توقعات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن سوق النفط سيشهد تحولات كبيرة في العقد القادم، رغم التحديات يمكن أن يوفر هذا التحول فرصا جديدة لتطوير الطاقات النظيفة وتحقيق استدامة أكبر في قطاع الطاقة. ومن الضروري أن تستعد الدول والشركات لهذه التغيرات من خلال تبني استراتيجيات مرنة ومستدامة. أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمر بن جامع أمس الأربعاء من نيويورك خلال الاجتماع الطارئ أنه حان وقت التحرك الحاسم لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. تفاصيل أكثر مع سيدي عفران. ملفات عديدة تصدرت طاولة اجتماع مجلس الأمن، منها قضايا الشرق الأوسط والاضطرابات التي تعيشها منطقة الساحل والأخطار الإرهابية والفوارق بين الشمال والجنوب. والجزائر كعادتها تعد اليد الممدودة لمواجهة التحديات بما في ذلك قضية فلسطين، مؤكدة أن الوقت قد حان للتحرك الحاسم لمجلس الأمن لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة وحماية أرواح المدنيين الأبرياء. الحصار العسكري الذي يحرم المدنيين من وسائل البقاء الأساسية ليس أمرا غير مقبول فحسب، بل إنه جريمة حرب. إن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب محظور صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي. يمتد هذا الحظر إلى حرمان المدنيين من الأشياء الضرورية للبقاء على قيد الحياة. إن تجاهل القوة المحتلة لحياة الفلسطينيين لا يتوقف عند هذا الحد، لقد صعدوا من تكتيكاتهم وأضافوا أعمالا جديدة من القسوة إلى أفعالهم. لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل. ولأنها في صلب اهتمامات الدبلوماسية، رفعت الجزائر لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أمام اللجنة الرابعة المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار وفق ما يستند إلى الشرعية والعدالة الدوليين. مجلس الأمن ينظر في قضية الصحراء الغربية على أنها مسألة أمن وسلم، يطالب بإيجاد حل منصف مستدام وتقبله الأطراف، حل من شأنه أن يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. اللجنة الرابعة واللجنة الأربعة والعشرين تنظر في هذه المسألة على أنها مسألة إنهاء استعمار. بالرغم من صعوبة الوضع العالمي اليوم من تدهور سياسي وجحيم الاستعمار والإبادة الجماعية والتكتلات السياسية وغيرها من القضايا، تظل الجزائر الشعلة المضيئة للتضامن مع الشعوب المضطهدة، في مقدمتها الشعب الصحراوي والشعب الفلسطيني. شرع المخرج هشام رمضاني في تصوير اللقطات الأولى من الفيلم الوثائقي شهداء بئر لقطة
رصاصة عند فوهة بئر، والذي يسلط الضوء على جريمة إلقاء الجيش الفرنسي ل12 فدائيا في بئر نرتوازي بعد إعدامهم عام 59-900. المزيد في موضوع رانيا بن وطور. في بومرداس حيث تتنفس الأرض ذكريات الشهداء، شرع المخرج هشام رمضني في تصوير اللقطات الأولى من الفيلم الوثائقي شهداء بئر القاطة رصاصة عند فوهة بئر، الذي تتناول أحداثه الجريمة النكراء التي ارتكبها الجيش الفرنسي في عام 1959 عندما ألقي ب12 فدائيا من بينهم امرأة في بئر ارتوازي بعد إعدامهم. ويجري تصوير مشاهد هذا الفيلم الثوري في بلدية القاطة ويؤرخ تضحيات الجزائريين في سبل نيل حريتهم، محاكيا أشكال القتل الإجرامي والتعذيب الشنيع الذي تعرض له المجاهدون، وذلك برواية قصة 12 فدائيا وقعوا أسرى بيد ضابط فرنسي يدعى ماتيو الذي قام بتعذيبهم بمعتقل جيرمان قبل أن يصدر أوامره برمي جثثهم في بئر ارتوازي بعمق 50 مترا لعدم بوحهم بأسرار المجاهدين. يتم هذه الأيام التصوير وتسجيل الشهادات الحية من أجل إنجاز فيلم وثائقي من 20 دقيقة بعنوان شهداء بئر القاطة رصاصة عند فوهة بئر. الفيلم المذكور هو مساهمة من قطاع المجاهدين مديرية المجاهدين لولاية بومرداس في إثراء الذاكرة التاريخية الجماعية بهذه الولاية المجاهدة ولاية بومرداس التي تحصي 5000 شهيد بين الولايتين التاريخيتين الثالثة والرابعة. وتزامنا مع تصوير هذا الفيلم وتجسيدا وتخليدا لتضحية الشهداء في الوجدان الجمعي، خصصت الولاية غلافا ماليا يتجاوز 2 مليوني دينار لإنجاز معلم تاريخي يخلد هذه الجريمة. إن الفيلم الوثائقي شهداء بئر القاطة رصاصة عند فوهة بئر لا يقتصر فقط على توثيق التاريخ، بل يعد بمثابة نداء للأجيال الجديدة لاستحضار دروس الماضي والتفكير في ثمن الحرية. في الختام التذكير بأبرز الأنباء. بمناسبة اليوم الوطني للهجرة، رئيس الجمهورية يترحم على أرواح الشهداء ويتهم أوساطا متطرفة في فرنسا بمحاولة تزييف ملف الذاكرة أو إحالته إلى رفوف النسيان. وزير الفلاحة يكشف عن ربط أكثر من 40,000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء منذ 2020. الجزائر تجدد تأكيدها على أن المخرج الوحيد للأزمة الليبية يكون عن طريق الانتخابات، وبن جمع يرافع لصالح حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير. دمتم في رعاية الله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.